دايما بأفضل ان مريض السكر يتابع مع دكتور السكر اللي هو دايما بيتابع معاه. فاحنا ما حطيناش في المجموعه بتاعتنا طبيب سكر الا اذا عند الاحتياج بنقول والله لو انت ساكن في المنطقه الفلانيه في منطقه شرق القاهره مصر جنوب نصر ممكن فلان الفلاني ممكن نتعاون معاه، لو في منطقه المهندسين والدقي وسط البلد فلان الفلاني او اي دكتور سكر انت تقدر تستريح معاه. وبالذات لان احنا بنفضل ان يبقى دكتور السكر قريب من السكن بتاع المريض علشان يقدر يتابع معاه، ولو حصل اي مشاكل لا قدر الله يبقى هو موجود بتاعه. انما هي التجميع الفكره بتاعتنا الحقيقه الدكتور علي نوه عليها هي وجود جراح ووجود اخصائي تغذيه ووجود الطبيب المعالج بالاوزون او الاكسجين النشط عشان نقدر ندي حل ولمشاكل السكر مضاعفاتها، ليس قدم السكري فقط ولكن جميع مضاعفات السكر. واحنا النهارده هنبدا كلامنا الحقيقه بمضاعفات السكر مستغلين صور القدم السكري اللي عندنا اللي هننزلها لكم بعد شويه، ونشوف قد ايه استطاع الاوزون مع ضبط السكر مع دكتور السكر والتزام المريض، وده شيء مهم جامد جدا، مهم جدا جدا انه يلتزم بالكلام دوت، التزامه ان احنا نقدر نخوض بيه ان احنا نطلع بالقدم بتاعته من مرحله السوء وتطور الحاله للأسوأ الى انها نقدر نعالجها. او بمعنى اخر يعني احنا طبعا بنتعامل مع مريض السكر قبل ما يوصل لمرحله قدم السكري، او بيعاني مريض السكر مظبط السكر بتاعه، ده معظم حالات السكر او معظم الناس ماشيه على علاج السكر بتقيس بالاجهزه المعينه او المخصصه لقياس السكر، بيبقى النتائج بتاعتها مثلا ممكن تكون مظبوطه او النتائج مش مظبوطه، بيتابع مع دكتور الغدد او دكتور السكر بيظبط له السكر. بس بالرغم من السكر ممكن يكون مظبوط، المريض نفسه بيبقى فيه مضاعفات او فيه اعراض للسكر، المرض السكر دي معتاد عليها ومعروفه بين الاطباء وبين المرضى، زي التنميل، زي ضعف الذاكرة، زي ضعف الحالة الكلية أو الجسمانية، الصحة الكلية. إحنا بنتعامل مع هذه الحالات، يعني إحنا بيبقى المريض بيجي بيتابع مع دكتور السكر بتاعه، بياخد العلاج بتاعه سواء كان برشام أو سواء كان إنسولين، بياخد العلاج بتاعه والسكر بتاعه يكون مظبوط. إحنا بنتعامل مع المضاعفات أو الأعراض أو الشكوى اللي هو بيشتكي منها، والأدوية اللي هو بياخدها مش جايبة معاها نتيجة. ما بنعالجش مريض السكر، يعني إحنا ما بنعالجش مرض السكر، إحنا بنتعامل مع الأعراض والمضاعفات. إذا كان المريض في مرحلة المضاعفات الأولية ولسه ما دخلش على حاجة مثلا زي القدم السكري، وده من المضاعفات الخطيرة أو الجسيمة لمرض السكر، فإحنا يعني بنضمن له بإذن الله إن شاء الله طبعا إن هو ما يخش أو ما يوصلش لمرحلة القدم السكري، ده بيبقى مع الجلسات أو مع العلاج اللي إحنا بنعمله. لو لا قدر الله دخل في مرحلة القدم السكري، فالمرحلة دي أو الشكل ده من أشكال المضاعفات للأسف التعامل معاه بيتم بشكل، معظم الحالات بيتم معاه بشكل جراحي منذ البداية. احنا بنبذل قصاره جهدنا بحيث ان احنا ما نوصلهوش للمرحله الجراحيه او مرحله البتر لا قدر الله، ده عن طريق شكل من اشكال الطب البديل او الطب التكميلي زي ما بيطلق عليه، وهو العلاج بالاكسجين النشط او العلاج بالاوزون.